العافية. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم محاضرة السيتوكاينز، إحدى الكومبوننت الـ very important للـ immune system and able to activate, regulate many different mechanisms. Okay? So, السيتوكاينز هم عبارة عن بروتينز لهم low molecular weight. So, بيكونوا solubles نتيجة لهم low molecular weight في الـ blood, السيرم and so on. تمام؟ طبعا هم secreted by different types of cells سواء adaptive immune cells أو innate immune cells أو خلينا نقول other types of cells زي الستور مثلا الموجودين في البون ميرو، رح نحكي ليش لقدام. لهم different functions بحيث انهم activate أو regulate many immune responses في البودي. لهم receptors معينين، هاي receptors موجودة على adaptive أو innate immune cells أو cells اللي بدهم يعملوا يحفزوها أو يعملوا actions المعينة عليها. لهم بروبرتيز معينة، أول إشي اللي هي البليوتروبيك. بليوتروبيك معناها إنه السيتوكاينز المعين able to activate أو act على different types of cells، يعني مش مرتبطة بنوع معين من cells. example عنا التي هيلبر بتفرز عنا interleukin 4، interleukin 4 ما act على البي سيل، بحفز عنا الاكتيفيشن إلها، بحفز البروليفريشن بحيث إنه increase the number of B cell إنها تتكاثر، بحفز الدفرنشيشن بحيث إنه البي سيل فارت الدفرنشيشن into a plasma cells so be able to secrete and produce immunoglobulins أو antibodies. برضو كمان ممكن act على thymocyte. thymocyte هي عبارة عن types of immune cells موجودين في الثايمس أو خلينا نقول premature T cell اللي بتيجي من bone marrow to thymus عشان يصلها further maturation أو maturation into اللي هي T cell بعدين تروح على secondary lymphoid organs. بحفز لها برضو the proliferation, increase the number of thymocytes. برضو act على mast cell، على receptor على mast cell بحفز لها the proliferation. في قاعدة معينة مهم كتير خلال هاي المحاضرة انه التي هيلبر عندنا 3 تايبس منها، تي هيلبر 17 وتي هيلبر 2 وتي هيلبر 1. تي هيلبر 2 دائما اكتيفيت البي سيل وتي هيلبر 1 اكتيفيت التي سايتوتوكسيك. طيب سو الخاصية الأولى للسايتوكونز اللي هي البليوتروبيك. الخاصية الثانية إلها، الخاصية الثانية إلها اللي هي الريداندنت، اللي هي معناها انه أكثر من cytokines carry out the same function. example عنا interleukin 4 interleukin 5 secreted by T helper act على البي سيل، مع إنه بي سيل معناته T helper 2 secrete interleukin 4 interleukin 5 بحفزوا the cross switch of immunoglobulin E، وهذا إشي رح نحكي عنه لقدام إنه the isotypes switching of immunoglobulin. يعني مثلا أنا بدي أحفز البي سيل، بدي أحفز البي سيل بس بديها تفرز نوع معين من immunoglobulin. في سايتوكاينز معينين اكت على البي سيل زي مثلا انترلوكين 4 انترلوكين 5، هدول مهمين في عمليه الالرجي، بحفزوا عنا السكريشن في ميونوجلوبين اي اللي هي الالرجي اجينست مثلا الهيلمتس، رح نحكي عنها لقدام. سو هاي هي ريداندنت، انه مور ذان وان سايتوكاينز او ديفرنت سايتوكاينز ايبل تو كاري اوت سيم فانكشن. حكينا عن بليوتروبيك اللي هي سايتوكاينز act على different types of cells. نيجي على الخاصية التالتة هي multi functional، ومن اسمها بين انه cytokines able to do أو carry out more than one function. example عليها انه مثلا interleukin 6 هلا رح نحكي عنه induce الفيبر، وبنفس الوقت بحفز الليفر على انه يحفز البروتين سينثيسيس. اوكي البروتين سينثيسيس للمسؤولين مثلا او important في عملية الانفلاميشن. example زي complement زي شو اسمه المنوز binding lectin اللي هم مهمين كتير في عملية inflammation immune responses against specific pathogens. طيب برضو كمان عندنا synergism، احدى البروبرتيز للسيتوكاينز، وهي عبارة عن انه two cytokines secreted together بيعملوا same function، بيعملوا عندنا carry out same function، وبيعدوا عندنا ل increase the activity اكتر من summation. اوكي اكتر انه مثلا interleukin 4 2 يعملوا هاي same function، مجموعة function ل interleukin 4. اوكي يعني بتكون ال activity مضاعفة. تمام example عليها السينيرجزم اللي هي عنا برضو كمان انترلوكين 4 انترلوكين 5 نفس example اللي هي redundant، انه انترلوكين 4 انترلوكين 5 مع بعض بيعملوا induce class switch لا immunoglobulin E. اوكي طيب عنا الانتاجونيزم. انتاجونيزم من اسمها I think الاغلب بيعرفها، معناته انه two cytokines بيعملوا carry out function that antagonize each other. هلا التي هيلبر 2 اللي بتعمل اكتيفيشن للبي سيل، التي هيلبر 2 اللي بتعمل اكتيفيشن للبي سيل عن طريق بتحفز انترلوكين 4، بنفس الوقت التي هيلبر 1 اللي بتعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك بدها وهي قاعده راح احكيها خلال المحاضره،
انه السيتوكاينز اللي بحفز خليه معينه، الخليه نفسها هاي راح تفرزه بحيث انه يحفز other type of cell وبنفس الوقت يعمل inhibition ل other immune response. example عنا انه تيه البرتو اللي بتحفز البي سيل بتفرز interleukin 4 اوكي، وبنفس الوقت interleukin 4 هذا بروح بعمل inhibition ل تي سايتوتوكسيك او تي هيلبر 1 اوكي، وبنفس الوقت تي هيلبر 1 لما يصير لها اكتيفيشن راح تفرز انترفيرون جاما، انترفيرون جاما هاد راح يروح يعمل انهبيشن للبي سيل او تي هيلبر 2 تمام. يعني الانترلو يعني الخليه يعني الاميون ريسبونس اللي بتفرز سايتوكاينز معين، هذا السايتوكاينز راح يعمل انهبيشن لاذر ادابتيف اميون ريسبونس اوكي. سو هدول البروبرتيز برضو كمان انه they can act locally او in a distance. يعني example لنا الاوتوكراين، الاوتوكراين اكشن انه خليه معينه تفرز هذا السيتوكاينز وبنفس الوقت هذا السيتوكاينز يرجع يأفكت على السيم سيلز تمام. برضه باريكراين انه السيتوكاينز ينفرز من الخليه ويروح أفكت على الخليه انه تكون قريبه من الخليه هاي او انه within same tissue او organ. اندوكراين انه لا يروح على السيركيليشن بعدين يروح على ديستنت سيل، اكزامبل عليها انترلوكين واحد اللي بيروح بيحفز عنا الفيلر اندوس الفيبر عفوا اللي بنفرز عن طريق اللي هو الماكروفاج او في في الانفلاميشن سايد والانفكشن سايد، بعدين بيروح على السيركيليشن لا الهايبوثالاموس عشان يحفز عنا الفيبر. طبعا السايتوك هيك بنكون خلصنا البروبرتيز للسايتوكاينز. سايتوكاينز حسب الفانكشن تبعهم مصنفين لثري كاتيجوريز اللي هو سايتوكاينز فانكشن في النيت اميون، وسايتوكاينز لهم فانكشن في الادابتيف، وسايتوكاينز لهم فانكشن في سايتوكاينز لهم فانكشن في عملية الهيماتوبويسيس اللي هي الفورميشن اوف white blood cells and RBCs and so on. عشان هيك قلت لكم انه ممكن تنفرز من storm cell في البون ميرو عشان عملية الهيماتوبويسيس، وراح يعني نفهمها هلا اكتر لقدام تمام. وطبعا عادي ممكن يكون في سايتوكاينز مشتركة بين two systems او three اوكي. طيب هلا في هون طبعا comparison حطيتها الدكتورة between اللي هو innate وال adaptive immune cytokines. example عليها طبعا هون لل innate tumor necrosis factor alpha interleukin 1 interleukin 12 tumor necrosis factor gamma interferon gamma interferon gamma. برضو adaptive شوفوا interleukin 2 interleukin 4 interleukin 5 interferon gamma. لاحظ انه شوفوا هاي interferon gamma احدى cytokines المشتركة، برضو كمان رح نشوف انه interleukin 12 برضو احدى cytokines المشتركة في two immune responses. طيب principal physiologic function اللي هي انها حكينا النت اميونيتي ميديترز النت اميونيتي والانفلاميشن اللي هي احدى ميكانيزم من النت اميونيتي لوكال اند سيستميك اوكي. يعني ممكن في السيم فانكشن او تروح تعمل مايجريشن من منطقه لمنطقه بحيث تصل للسايت اوف انفكشن. ادابتيف اميونيتي حكينا اما هاي بالنسبه لها لها شق في الادابتيف اميونيتي اللي هي ريجوليشن للليمفوسايت جروث وديفرينشيشن واكتيفيشن للافكتور سيل. طبعا هاي بتتم عن طريق انهم الماكروفاج الزينوفيل والماستر. طيب ستيمولاي اي شيء بحفز الانيت اميونيتي، بحفز خلايا الانيت اميونيتي زي البامس لا شو اسمه لايبوبوليساكارايدز الاندوتوكسينز بكتيريا ببتيدوغلايكانز. البامس الموجودين على السيل سيرفيس بحفزوا النيت اميون سيلز ريسبتورز اللي شرحناهم في المحاضره الاولى. هون ستيمولاي بروتين انتيجين سبيسيفيك ابيتوبز عن طريق الانتيجين بريزنتينج سيل بتيجي بتعرض لهم اياهم بتحفز لهم اياهم. الاماونت برودوس عاده بتكون النيت اميونيتي اللي برودوس بتكون عاليه، كميه السيتوكاينز تابع للنيت اميونيتي عاليه، وممكن نعملها ديتكشن في السيرم. طبعا السيرم هو شو هو جزء من ال هلا ال البلد لما نيجي يعني بدنا نفصل البلد رح نلاقي اشي اسمه بلازما. البلازما هاي هي عباره عن بروتينز زائد شو اسمه الكواجوليشن فاكتورز. هلا لما احنا نشيل هاي الكواجوليشن فاكتورز ضل عندنا البروتينز. السيرم هاد هو عبارة عن بروتينز البلازما اوكي، فاحنا ممكن نعمل نتيجة انهم هاي ممكن نعملهم ديتكشن في السيرم. اما بالنسبة للادابتيف عادة بتكون لو بتكون اند ديتكتبل في السيرم. هلا لوكال او سيستم حكينا انه بث ممكن انه خلية من خلية تنتقل، حكينا انه اوتوكراين باريكراين اندوكراين. ادابتيف اميونتي عادة بتكون لوكالي. رولز في الديزيز سيستم ديزيز ممكن تعمل عنا سيبتيك شوك. local tissue injury
لأنها أصلا هي act locally زي granulomatous inflammation inhibitors of synthesis corticosteroid وهون إيش اسمه cyclosporin أو دواء اسمه اللي هو FK factor معين اسمه FK 506 طيب أتوقع هذا الجدول ما بعرف يعني إذا حينحذف لطلاب الميك اب بس أتوقع إنه حيكون محذوف مو هو سهل يعني طيب cytokines طيب نبلش هلا cytokines اللي produced by innate immune response أوكي طبعا هم عبارة عن cytokines بيعمل regulation immune responses وproduced by اللي هم innate immune cells زي الفاجوسايتس مونوكلير سيلز دندريتك سيل ناتشرال كيلر سيل وعادة بنسميهم برو انفلاماتوري سايتوكاينز لانهم هم المسؤولين عن الاكيوت انفلاميشن اوكي برو انفلاماتوري سايتوكاينز عادة اللي هم انترلوكين واحد تيومن كروس فاكتور الفا وانترلوكين ستة اوكي تيومن كروس فاكتور الفا وانترلوكين واحد ميديت الاكيوت انفلاميشن ريسبونس و الهم فانكشن اللي هو السينرجزم اللي حكينا عنهم سينرجزم اللي هو بتكون انه increase the effect لما يشتغلوا مع بعض بزيدوا الافكت بزيادة طيب وهم produced locally اول اشي ايش بصير عندنا بتيجي مثلا عندنا بيجي باثوجين معين بتعملوا مثلا الماكروفاج recognition عن طريق اللايك ريسبتور بتعملوا فاجوسيتوز بنفس الوقت لما تعمل فاجوسيتوز recognition عن طريق اللايك ريسبتور تحفز عن الاكسبريشن لا مون لا شو اسمه انترلوكين واحد تيون كروس فاكتور الفا وبتبقى بلش تفرزهم اوكي وبرضو كمان ممكن نفرزه عن طريق النيتروفيل اذا الماكروفاج والنيتروفيل سكريت تيون كروس فاكتور الفا طبعا برضو كمان بنفس الوقت بيروحوا بيرتبطوا على اذر تايب اوف سيلز الاندوثيليوم اوكي والليكوسايت اللي بيسيركيليت فيه الفيزل بحيث انهم يحفزوا الاكسبريشن للادهيجن فاكتورز عشان يساعدوا المايجريشن للليكوسايت من سايت لسايت يعني هلا ماكروفاج تعرفت على باثوجين معين بلشت تعمل اكسبريشن سكريشن لا التيومن كروس فاكتور الفا انترلوكين واحد انترلوكين ستة بيروحوا على السيركوليشن هدول السيتوكاينز بيرتبطوا على الليكوسايت اللي في السيركوليشن بنفس الوقت على الاندوثيليوم بحيث انهم يحفزوا الاكسبريشن لعمليه ال بحفزوا انتراسيلولار باثوي بحفز انهم يحفزوا على الاكسبريشن لا الادهيجن موليكولز اللي بيساعدوا على المايجريشن الى الليكوسايت لا سايت اوف انفكشن اوكي طبعا هم النت اميون سايتوكاينز بالتالي بنفرزهم بهاي كوانتيتي اوكي هلا مين اللي انترلوكين واحد شو بيروح بيعمل طبعا هم كلياتهم بس عاده هاي الفانكشن يعني carried out by interleukin 1 بيروح migrate لو عن طريق cycle relation للhypothalamus هناك act على ال هلا نشرح الميكانيزم act على ال خلينا نقول على الهايبوثالاموس اوكي على الهايبوثالاموس بحيث انه يروح لما اكت على الهايبوثالاموس بحفز الخلايا في الهايبوثالاموس عشان تفرز كيميكال معين اسمه بروستاجلاندين اي 2 البروستاجلاندين اي 2 هاد اكت على الهايبوثالاموك ثيرموستات منطقه في الهايبوثالاموك ثيرموستات بوينت اللي هي درجه حراره الجسم سيت بوينت يعني درجه حراره الجسم الثابته يعني الجسم عارفها انها الطبيعيه هي 37 سلسياس وبيروح بيرفعها لهاير سيتت لهاير بوينت اوكي بحيث انه خلص الجسم يعتبر انه درجه حراره الجسم الطبيعيه مثلا يوهمه انه 38 او 39 فبلش الجسم يحاول يعمل ميكانيزم انه يكسب حراره عشان يزيد درجه حراره الجسم طبعا هذا فولس فيلينج وبصير بترتفع حرارة جسم الإنسان وهي إشي بنسميه الفيبر تمام برضو كمان إحدى الفانكشن لهم ستيميليت البرودكشن في أكيد فيز بروتينز اللي هم بروتين مهمين في عملية الأميون ريسبونسز وي إنفلاميشن في النت أميون ريسبونسز وهي عادة كاريد أوت باي انترلوكين ستة أوكي سو هاي الميكانيزم في إفو إكزوجينس بايروجين شو هو الإكزوجينس بايروجين أي إشي بايروجينز معناته بيسبب فيبر أوكي أو بيأثر على درجة حرارة الجسم اوكي اكزوجينس بايروجين اللي هو الاشي اللي بيجي من الخارج بحفز عنا السكريشن الانترلوكين واحد زي مين زي البكتيريا باثوجين وات ايفر اوكي بحفز عنا السكريشن اندوجينس بايروجين بحيث لما يصير ريكوجنيشن بحفز عنا عن طريق الماكروفاج النيتروفيل بتفرز لنا انترلوكين واحد انترلوكين واحد سيركليت للهايبوثيرماس بايند للريسبتور ستيميليت اكسبريشن اوف بروستاجلاندين اي 2 ريست الثيرموستات هاير بوينت مثلا 38 39 بترتفع درجه حراره الجسم بيؤدي عنا لفيبر طيب الليفر برضه كمان عنا انترلوكين 6 مثلا
هي mainly carried out by interleukins to circulate اللي بتربط على الهيباتوسايت، بحفز عنا السكريشن والبرودكشن ل acute phase proteins اللي هي زي مثلا البروتين المهمين في عملية الاميون ريسبونسز زي الكومبلمنت فاكتور، المانرز بايندنج لكتين اللي حكيناه هو احدى في الباثوي الخاص في البكتيريا مثلا الموجود على السيرفس لها مانوز موليكيول، برضه كمان سي رياكتيف بروتين احدى البروتينات المهمة في عملية الاميون ريسبونسز. اوكي باي برضو كلياتها activation of complement of synchronization. تمام برضو كمان هدول البرو انفلاماتوري اللي هما تيومن كروز فاكتور الفا انترلوكن واحد اكت على البون ميرو والاندوثيليوم. هلا هيومن بون ميرو ستورمال سيلز بيجي مثلا الانترلوكن سيركوليت بنفرز من الماكروفاج سيركوليت للبون ميرو. اوكي هاي احدى الاميون ريسبونسز، بيجي سيركوليت للبون ميرو بيرتبط على سيل موجود في البون ميرو اسمها ستورمال سيل. هاي ستورمال سيل وظيفتها تفرز الكولوني ستيميليتنج فاكتور اللي حكينا عنهم قبل هيك اللي هم مين في عمليه الهيماتوبويسيس، وبيحفزوا عنا الستيم سيل ديفرنشي بروليفريشن ديفرنشيشن انتو انتو ليكوسايت اند اميون سيلز زي هم شو اسمه جرانيول سايت كولون ستيميليتنج فاكتور مونوسايت كولون ستيميليتنج فاكتور اند جرانيول سايت مونوسايت كولون ستيميليتنج فاكتور. مثلا تنتج عنا نيوتروفيل، نيوتروفيل بيصير لها ميبولايزيشن لا سايت اوف انفكشن تروح بتساعد في عمليه الفاجوسايتوز اند ديفنس ميكانيزم سايت اوف انفكشن. برضه الهايبوثالامس حكينا انها انكريز بدي تمبرشر فيفر، برضه الفات والمسل انه بيروحوا برضه اكت على الخلايا الاريوسايتس وال والفايبرز مثل فايبرز بحيث انهم يكسروا هاي الفايت والفات عفوا والبروتينز يعني بروتين وانرجي موبلايزيشن عشان ايش برضو يساعدوا في انكريز البودي تمبرشر. شو الفايده من انكريز البودي تمبرشر بشكل عام انه اكت على الهايبوثالامس والفات والمسلز سيلز عشان انكريز البودي تمبرشر هاي رح افكت الميتابوليك بروسيس. اكزامبل مثلا هلا الفيروس بفوت على الخلية بيعملها انفكشن بتحتاج انه يصنع بروتين. اوكي هلا البروتين هاي ممكن على درجة حرارة معينة يصير له ديجريديشن، فبالتالي احنا مثلا لما زدنا درجة حرارة الجسم صار ديجريديشن للفيرال بروتين، بالتالي هيك احنا مثلا منعنا انه الفيروس من انتشار ويكون مور فيروس عن طريق انكريز النمبر اوف بروتين. اوسو برضه ممكن يساعد عنا يسرع عمليات الاكسبريشن والسينثيسز لاذر بروتينز اوكي او اذر انتيجين بروسيسنج الاميون ريسبونس، فبالتالي يسرع عنا عمليات استجابيه مناعيه اوكي، وبرضه يسرع عنا سبيسيفيك اميون ريسبونسز نتيجه زياده درجه حراره الجسم، فبالتالي بزيد بروسيسز معينه وبيعمل عنا ديجريديشن فيرال بروتينز. برضو اكت على الدندريتك سيلز تمام تيومر وهذا خاص ما اللي في تيومر نيكروز فاكتور الفا انه اكت على الدندريتك سيل اللي موجوده في السايت اوف انفكشن لما يرتبط عليها بحفزها انها تروح تعمل مايجريشن للليمف نود، فتروح تعمل لنا انتيجين بريزنتيشن ل تي هيلبر، تي هيلبر تروح تعمل تي اكتيفيشن ايذر ل بي سيل او تي سايتوتوكسيك سيل تمام اوكي. سو دندريتك سيل مايجريشن تيومن كروس فاكتور الفا خاصه في اكوت فيز بروتين انترلوكن سنتر وفيبر انترلوكن واحد اوكي. طبعا هاي مينلي يعني عادي هم كلهم ممكن يعملوها بس هي مينلي كاريد اوت باي ذم اوكي. هلا نيجي عند انترلوكن 12 اوكي. انترلوكن 12 هو عباره عن انترلوكن معين مشترك وحطيت لكم اياها بدايه المحاضره بين الانيك والادابتيف امين ريسبونس تمام. هلا الفانكشن تبعته رح ألخص لكم إياها بهذا الباثوي. شو اللي رح يصير؟ هلأ مثلاً ماكروفيج معينة أو دندريتك سيل معينة عملوا ريكوجنيشن لباثوجين دخل على الجسم. هذا الباثوجين كان عبارة عن فيروس أوكي؟ والفيروس معروف إنه انتراسيلولار باثوجين أوكي؟ وريزيستنت للفاجوسايتس. ليش ريزيستنت للفاجوسايت؟ لأنه عنده جينات معينة هي ميكانيزم شوي ديتيلد فمش داعي صراحة تعرفوها. عنده جينات معينة بنتج جينات معينة بروتينز معين ريزيست عملية الابوبتوزس اوكي، فما يعني خلاص ريزيست عملية الفاجوسايت، فما بقدر جسم الخلية لما انت بتلعه ما بتقدر تعمله فاجوسايت، وبالعكس هي سهلت عليه انه يعمل شو اسمه يصير يدخل جوا ويبلش انه يصنع بروتينات ويعمل ريبليكيشن لل
جينتك ماتيريالز عشان ينتشر خلال الخلايا. بتروح الماكروفاج اول ما يدخل عليها انتراسيلولار باثوجينز، وهاي نقطه مهمه كتير انه الانتراسيلولار باثوجينز بما انهم ريزيستنس للفاجوسايتوسيس، بالتالي على طول فبالتالي ما يعني ما لا انتي بودي بينفع معها ولا كومبلمنت ولا شيء. بدنا نقتل الخليه نفسها، الخليه اللي بلعت هذا الفيروس، احنا بدنا نعملها الانفكتد سيل في هذا الفيروس خاصة نقتلها. فاللي مسؤول عن الانيميشن الفيروس انفكتد سيل يا اما ناتشورال كيلر سيل او تي سايتوتوكسيك، تمام؟ بالتالي احنا بالتالي دندريتك سيل هاي بدها تروح على الليمف نود بحيث انها تعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك. ليش؟ لانه جواتها انتراسيلولار باثوجين واحنا نقتل كل هاي السيل، تمام؟ فشو اللي بصير؟ بتروح الدندريتك سيل بعد ما يرتبط عليها تيومر نكروز فاكتور الفا، تيومر نكروز فاكتور الفا هاد بحفز عنا عملية المايجريشن للليمف نود. بعد ما يرتبط عليها تيومر نكروز فاكتور الفا اللي حكينا هو المسؤول عن انديوس الدندريتك سيل تو مايجريت تو ذا كلوزد ليمف نود بحيث انه يعمل اكتيفيشن للادابتيف اميون سيلز، بتروح بتعمل هلا هي بدها تحفز تي سايتوتوكسيك عشان تعمل اليمينيشن للانفكتد سيلز. اوكي شو بدها تعمل؟ الانفكتد سيل سواء هي او اذر انفكتد سيل بالفيروس الموجوده في السايت اوف انفكشن، بدها تحفز التي هيلبر المسؤول عن اكتيفيت التي سايت توكسيك اللي هي تي هيلبر 1، تمام؟ طبعا التي هيلبر 1 سي دي 4 رح ترتبط مع الام اتش سي، هي بتحتاج 3 سيجنالز عشان تصير لها اكتيفيشن. احدى هاي السيجنالز اللي هي ارتباط السي سيل ريسبتور، هاي اول سيجنال مع الام اتش سي 2 مع الاي بي توب الموجود من الام اتش سي 2، وبرضه السي دي 4 CD4 رح يرتبط مع اللي هو ال MHC2 نفسه، والتي سيل ريسبتور رح يرتبط على الإيبيتوب اللي هو جزء من ال من ال فيروس بروتينز، تمام؟ طبعا MHC2 فقط موجود على الانتيجين بريزنتينج سيل سواء بي سيل او ماكروفاج او دندريتك سيل، تمام؟ ورح CD4 رح يرتبط مع جزء من ال MHC2 نفسه، وبرضه كمان احدى هاي الليجنز اللي هي CD4 TL اللي موجودة على التي هيلبر رح ترتبط مع CD4 CD4 TL اللي موجود على الانتيجين بريزنتينج سيلز. هلا وانس ارتبطت مع الانتيجين الدندريتك سيل مع التي هيلبر وصار عندنا اكتيفيشن، رح يصير عندنا افراز لانترلوكين 12 وانترفيرون جاما، تمام؟ انترلوكين 12 وانترفيرون جاما رح يحفزوا التي هيلبر، زي ما حكيت لكم السايتوكاينز اللي بحفز خليه معينه رح تفرزه نفسه اللي هو انترلوكين 12 وانترفيرون جاما، رح تفرز التي هيلبر فور التي هيلبر التي هيلبر انترفيرون جاما وانترلوكين 12 وانس ارتبطوا مع التي هيلبر هاي رح يصيروا لها هلا هي اكتيفيتد تي هيلبر، بس رح يصير لها فرتر ديفرنشيشن انتو تي هيلبر 1. ليش؟ لانها بدنا نقتل انفكتد سيل، نعمل اليميشن للسيل كامله سيل ميديتد سايتوكسيستي، اوكي؟ ونفس الشيء التي هيلبر 1 رح تبلش تفرز عنا انترلوكين 12 وانترفيرون جاما، وانترفيرون جاما رح يروح يحفزوا لنا يعملوا اكتيفيشن للنيف تي سايت توكسيك، وبرضه كمان رح يعملوا لنا اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل اللي رح يعملوا لنا مديات الالمينيشن للانفكتد سيلز. وجست يعني هاد ملخص كل اشي مكتوب، وطبعا كل شيء حكيته مكتوب في النوت، وهي هون الفانكشن المكتوب في سلايد الدكتورة، هي عبارة عن هي اكتيفيتور للسي دي 8 اللي هي سي سايت توكسيك، وتي هيلبر 1 اللي هي سي اوكي حكيناها، برضو كمان شو اسمه انترسيلولار باثوجينز او سي دي 40 ليجند وسي دي 40 اللي حكيناهم، وبرضو استيميليت الانترفيرون جاما برودكشن فروم دي سيل حكيت لكم اياها هاي كلياتها. اوكي وهاي هي الفانكشن لانترلوكين 12. اذا حكينا عن الادابتيف اميون سيلز، حكينا اللي هم ادابتيف اميون سايتوكاينز اللي هو انترلوكين 1 هيومن كروس فاكتور الفا انترلوكين 6، وبرضه حكينا عن انترلوكين 12، وهلا رح نحكي عن اللي هو وطبعا هذا تسمى الكيموكاينز، طبعا هذا سمرايزيشن للفانكشن لانترلوكين 12، بس حسيته مش واضح يعني اللي احكي لكم اياه اوضح. اوكي طيب الكيموكاين، الكيموكاينز إحدى cytokines secreted by innate immune cells، وهم عبارة عن cytokines مسؤولين عن منسميهم برضو chemotactic cytokines، مسؤولين عن اللي هو attraction recruitment والmovement يعني controlling للmovement directional movement للleukocytes أو other cell types زي الendothelium أو الepithelial cells، تمام؟ طبعا هم four types of protein اللي هم CXC والCC والC3X والXC. طبعا ليش هيك اسمهم؟ هاد تقريبا يعني له علاقة في اللي هو distribution أو خلينا الترتيب الستركتشر لهاي البروتين، بحيث إنه ترتيب السيستين أمينو أسيد ريزيديو وقديش في أمينو أسيد هاي بترمز قديش أمينو أسيد الX قديش أمينو أسيد بينهم،
حورجيكم الصورة. طبعا أنا ما حطيتها في السلايد لأنها صراحة مش مطلوبة، يعني شيء advanced، يعني مش مطلوب منكم. يعني example، هاي السي، شو هاي السي، ما في بينه بفصل، يعني الانترمينال ما في بفصل بينهم أبدا أي شيء. هاي السي سي الانترمينال سي سي، وما في بفصل بينهم أي شيء. هون سي اكس سي بفصل بينهم أمينو أسيد واحد، وهون سي ثري اكس سي أوكي بفصل بينهم هاي، وهاي other structure موجودة يعني في البيبتايد نفسه. تمام أوكي. هلا لهم two types أو مصنفين two categories، hemostatics هدول دائما يعني بنتجهم الجسم سواء في inflammatory response أو لا، عشان بشكل عام يعملوا controlling لحركة الليكوسايت، البيزل ليكوسايت، أو خلينا نقول النيف ليكوسايت. مثلا الليكوسايت اللي بصير لها production في البون مرو، بعدين بدها تروح مثلا على thymus اللي هم التي لمفوسايت، أو اللي بدها تروح مثلا من الثايمس اللي هم النيف الميتشر بوت نيف نت اكتيفيتد، ل السكندري ليمفويد اورجنز، هدول عن طريق الهيموستاتيك. بس طبعا هاد نت ستريكت، يعني عادي ممكن انه سايتوكاينز يكون هيموستاتيك ويكون انفلاماتوري. الاذر تايب اللي هو الانفلاماتوري، وهدول بتكونوا اثناء الانفلاميشن اوكي، ونتيجة inflammatory stimulation زي مين؟ زي مثلا interleukin واحد بحفز انه نفرز كيموكاينز معينين، انت human growth factor الفا بحفز انه نفرز كيموكاينز معينين اوكي، like polysaccharides انه خلال عملية الانفلاميشن اوكي. وعندنا specifically انه CXC chemokines هدول عادة recruitment للنيوتروفيلز، والCC chemokines recruitment للماكروفاج اوكي اوكي. و two types برضو CXC و CC مسؤولين عن الليمفوسايت ريكروتمنت. اكزامبل عليهم كيموكاين، هلا عندنا مثلا عندنا اللي هي الماكروفاج اوكي. الماكروفاج بصير لهم عندهم ريسبتور لل CC7 اوكي. الماكروفاج عليها ريسبتور لا CC7، بالتالي لما يجي يرتبط عليها C7 بيعملها ريكروتمنت للسايت اوف انفكشن. اوسو عندنا نيوتروفيل عندها، حكينا السي اكس سي هو مسؤول عن ريكروتمنت للنيوتروفيل، عندها ريسبتور للسي اكس سي 8 اللي هو برضو ممكن نسميه انترلوكين 8، بيجي بيرتبط عليها بحفزها على اللي هو انه ريكروتمنت للسايت اوف انفكشن. طبعا هذا اللي هو السي اكس سي اللي بيجي يرتبط على نيوتروفيل سكريتد باي اللي هو تيشو ريزيدنت ماكروفاج اللي هي اللوكال ماكروفاج اوكي. برضو كمان اللي هي كلاسيكال مونوسايت لها ريسبتور للسي سي 2 اوكي، هي برضو ماكروفاج بصير لها ريكروتمنت لل سايت اوف انفكشن. طبعا كيف بصير الريكروتمنت؟ بيجي بيرتبط هذا الكيموكاين على الريسبتور تبعه الموجود على السيل، وبتصير السيل تتبع اللي هو الكونسنتريشن، وين هايست كونسنتريشن بتروح عليه اوكي. طيب نيجي هلا على الانترفيرونز اللي هو برضه احدى السايتوكاينز الريسبونسبل عن الانيت اميون ريسبونسز. الانترفيرونز بشكل عام كلاسيفايد انتو تو تايبس اللي هم كلاس 1 وكلاس 2 اوكي. كلاس 1 له 13 سب تايبس، احدى السب تايبس هدول اللي هو الفا، وهو عاده سكريتد باي المايكروفاج، وبيتا اللي هو سكريتد باي فايبر بلاست، تايب اوف سيلز بريزنت ان كونكتيف تيشو، اذر تايبس اوف تيشوز، برضو كمان فايرالي انفكتد سيلز اوكي. سو انترفيرون كلاس 1 الفا، كلاس 1 بيتا. اما بالنسبه لكلاس 2 اللي هو عنده سب تايبس واحد فقط اللي هو جاما، وهو بيستخدم في السيل ميديتد اميونيتي، وهذا الشيء شرحت لكم اياه اثناء في اللي هو الفانكشن لا انترلوكين 12، انه انترفيرون جاما منفرز مع انترلوكين 12 بيحفز تي هيل بر 1 بحيث انه يحفز تي سايتوتوكسيك او السيل ميديتد سايتوتوكسيستي اوكي. تمام هلا الموست باورفول ستيمولاي لتايب 1 انترفيرونز هو الفيرست اميون رياكشن اجينست فايرال انفكشن اوكي. كلاس 1 وهذا الشيء حكيته انه البيتا عاده بنفرز نتيجه اللي هو الفايرال انفكتد سيلز اوكي. هلا كيف شو اللي بيصير؟ بيجي عندنا مثلا فايرال انفكتد سيلز تمام. هلا هاي خلص صارت انفكتد ومش قادره تحارب الفيروس يعني، ولا قادره تعمله غير انه يصير لها انيميشن عن طريق السايتوتوكسيك سيلز. هلا بدها كيف بدها تحمي السراوندينج سيلز من هذا الفيروس؟ بتروح بتفرز انترفيرون، هي ما قدرت تمنع الفيروس، هي بتعمل اكسبريشن وسكريشن لا انترفيرون بيتا مينلي، وبرضه ممكن الفا، بحيث انه يروح ينبه الخلايا التانية انها تقلل الليفل اوف بروتين سينثيسيس، وهذا الاشي بالتالي بتمنع انه الفيروس يقدر ينتج
بروتينات، وبرضه بتقلل عندنا، بتعمل ديجريديشن لاي ام ار ان اي، فبالتالي الفيروس بطل اذا صارت لها انفكشن عن طريق فيروس ان ايبل تو انه يعمل شو اسمه جوين اتس جينيتك ماتيريال وذ ذا ام ار ان اي اوف ذا انفكتد سيلز. اوكي طيب، هذا نفس الحكي اللي قلت لكم اياه، انه انترفيرون واحد عباره عن 13 سب تايبس، اوكي اند سو اون. اوكي اوكي وطبعا شو المود اوف اكشن هون؟ بيكون باراكراين، لانه انفكتد سيل بتروح بتفرز انترفيرون بيتا عشان يروح اكت على الكلوز سيل لها باراكراين، بحيث انه induce the uninfected cell to produce enzyme capable of degrading viral mRNA. اوكي بتصير virus resistant. اوكي وبرضو كمان اوتوكراين عشان block the viral protein synthesis and replication inside the cells. تمام، so باراكراين بحيث انها تحفز الخلية المش مصابة انها تفرز enzyme بتعمل degradation للviral mRNA، بحيث انه اذا حاول الفيروس يجي يعملها انفكشن ويعمل ريبليكيشن تكون ريزيستنس لهذا الفيروس، اوكي ويكون ان ايبل تو جوين اتس جينيتك ماتيريال مع الهيومن جينيتك ماتيريال او السيل جينيتك ماتيريال او اوتوكراين على الخليه نفسها، بحيث انها تصير بلوك الفيرال بروتين سينثيسيس، اوكي ريبليكيشن. اوكي برضه كمان انترفيرون جاما بيساعد انترفيرون تو تيه البرون، هذا انترفيرون جاما، انترفيرون جاما سي دي 4 انها تصير تيه البرون عشان تحفز اللي هو السايت توكسيك وتفرز انترلوكين 12، وهيب الاكتيفيشن اوف سي دي 8 حكيناها هاي، اكتيفيت ناتشرال كيلر سيل حكيناها هاي، هذا انترفيرون جاما، اما هدول انترفيرون بيتا والفا. طيب انترلوكين 6 انترلوكين 10 انترلوكين 6 برودوس باي الماكروفاج والمونوسايت، وحكينا انه بنعتبره برو انفلاماتوري سايتوكاينز، وله دور مهم في اللي هو الاكت فيز بروتينز في الليفر، بيروح اكت على الهيباتوسايتس بحيث انه انكريز البروتينز المهمه في الانفلاماتوري ريسبونس والنت اميون ريسبونسز. حكينا له دور مهم بحيث انه ينفرز من تي سيل عشان يحفز انه الديفرنشيشن انتو بي سيلز. سو احدى السيتوكاينز اللي بتحفز اللي بتفرزها الدندريتك سيل لما تيجي تعمل اكتيفيشن لتي هيلبر بحيث انها تدفرنشيت انتو تي هيلبر 2 اللي هو انترلوكين 6، بنفس الوقت تي هيلبر 2 بتفرز انترلوكين 6 بحيث انه يعمل اكتيفيشن ديفرنشيشن وجروث للبي لمفوسايت. اوكي واذا كان معه تيومر جروث فاكتور بيتا رح ممكن يحفز سويتش تي هيلبر لتي هيلبر 17، يعني هو يا اما بحفز تي هيلبر 2 اوكي او تي هيلبر 17، اذا ما كان عنده تيومر جروث فاكتور بيتا بحفز تي هيلبر 2، اذا كان تيومر جروث فاكتور بيتا موجود بتحفز تي هيلبر 17. اوكي وهاي تي هيلبر 17 لها دور في عمليه الانفلاميشن مهم كثير. تمام انترلوكين 10 بنعتبره ريجوليتوري سايتوكاينز، بروح برتبط على ريسبتور معينين له موجودين على الماكروفاج والدندريتك سيلز، اوكي وبيعمل انهيبيشن للبرودكشن في انترلوكين 12، اوكي البرودكشن في انترلوكين 12، وبنفس الوقت كمان بيعمل انهيبيشن للاكسبريشن للانتيجين بريزنتنج سيلز لان اتش سي 2، فبالتالي بشكل توتالي بيعمل انهيبيشن للتي هيلبر 2 والسي دي 8. اوكي لانه انترلوكين 12 والام اتش سي 2 كلياتهم مهمين عشان يحفزوا التي هيلبر 1 وبالتالي تحفز السي دي 8، وهو بيعمل هاي دول انهبيشن لهم كلياتهم. اوكي فبالتالي هو بيعمل ريجوليشن للنيت اميونيتي والسيل ميديتد اميونيتي. اوكي وهو يعني بما انه ريجوليتوري سايتوكاين سكريتد باي تي ريجوليتوري، هلا عندنا تي سيل تي هيلبر تي سايتوتوكسيك وتي ريجوليتوري، تمام هو برودوس باي تي ريجوليتوري وتي هيلبر 2 سيلز. طيب ليش سكريتد باي تي هيلبر 2 سيلز؟ هلا انا حكيت لكم انه الخليه اللي بتفرز سايتوكاينز هذا السايتوكاينز بروح بعمل انهبيشن لاذر ادابتيف اميون ريسبونس، يعني تي هيلبر 2 سايتوكاين سكريتد باي تي هيلبر 2 بروح بعمل انهبيشن لتي هيلبر 1. اوكي وهذه هي خاصيه الانتاجونيزم اللي شرحتها في البدايه. تمام فهون انترلوكين 10 سكريز باي تي هيلبر 2 عشان يروح انها يعمل انهبيشن تي هيلبر 2 بتحفز بي سيل، بالتالي بدهم يعملوا انهبيشن لمين؟ لتي هيلبر 1 اللي بتعمل اكتيفيشن لتي سايتوتوكسيسيتي. تمام هيك بنكون خلصنا السايتوكاينز اللي برودوست باي النات اميون ريسبونس. نيجي على السايتوكاينز اللي مهمين في الادابتيف اميون ريسبونسز، هم الهيومرال اميونيتي والسيل ميدييتد اميونيتي.
بيعملوا ريجوليشن اميونيتي برودوس برايمري باي تي لمفوسايتس. عندنا اول شيء انترلوكين 2. هلا بدنا نعرف انه انترلوكين 2 مهم لكل تي لمفوسايت تايب، سواء تي ريجوليتوري، تي هيلبر، تي لمفوسايت. شو الفانكشن تبعته؟ بيجي بيرتبط عليهم، اوكي، بحفز الجروث لهم، اوكي، وبحفز البروليفريشن لهم، تكاثر هاي الخلايا، اوكي. وعشان هيك رح نشوف سؤال في في الارشيف هلا اخر اشي، انه شو هو الجلوبال تي سيل جروث فاكتور لكل تي سيل تايب انترلوكين 2، تمام؟ طيب اوكي، فبالتالي نسميه جروث فاكتور. اوكي، انترلوكين 4. انترلوكين 4 حكيت لكم اياه كثير في البدايه على امثله البروبرتيز. هو له دور في البرايمري على البي سيل، بحيث انه عملنا كلاس سويتش الاميونوجلوبين اي، فبالتالي هو مهم كثير في عملية الالرجي، وبنفس الوقت بما انه بحفز البي سيل يعني سكريشت باي تي هيلبر 2، بالتالي رح يروح يعمل انهبيشن لتي هيلبر 1، اوكي، اللي بتحفز التي سايتوكسيتي، اوكي. ومين بحفز تي هيلبر 1؟ اللي هو تيومر انترفيرون جاما، بالتالي هو انتاجونايز الافكت اوف انترفيرون جاما، بالتالي انهبيتس الميديت اميونيتي. وعادة حكينا انه برودوس باي مين؟ تي هيلبر 2 وماست سيل. طبعا ليش ماست سيل؟ لانه الماست سيل مسؤولة عن الالرجي، عملية الالرجي ريسبونس، والالرجي ريسبونس ريكواير اميونوجلوبولين اي، فبالتالي احنا بنحتاج اكتيفيشن ل التي هيلبر 2 عشان تحفز لنا التي البي سيل، فبالتالي ماست سيل بتفرز انترلوكين 2، انترلوكين 4، انترلوكين 4 بياكت على التي هيلبر، بحفز التي هيلبر 2، التي هيلبر 2 بترجع تفرز انترلوكين 4، بيعمل انهبيشن للتي هيلبر 1 وبحفز بي سيل. طيب انترلوكين 5، انترلوكين 5 هو جروث فاكتور جروث واكتيفيشن لا زينوفيل، مهم كتير عشان الالرجي والهلمنس، اوكي، برضه بحفز البروفيشن ديفرنشيشن انتيجين اكتيفيتد بي لمفوسايتس، اوكي. وهذا الشيء حكيته بالبدايه بروبرتيز اللي هو ال السايتوكاينز اللي كاري اوت سيم فانكشن، اوكي. انترلوكين 13 برضه كمان بتي هيلبر واكت على تي سكريت باي تي هيلبر 2 واكت على تي على البي سيلز. انترفيرون جاما حكينا للسيل ميديتد اميونيتي وشرحنا اكثر من مره، بحفز تي هيلبر 1 بالتالي بتحفز تي سايت توكسيك اللي هي سي دي 8 والناتشرال كيلر سيل، سيل ميديتد اميونيتي واجينست الانترا سيلولار باثوجين اللي هم ريزيستنس للفاجوسايتس والفيرال انفكتد سيلز، اوكي. اوكي، وبما انه اكت على اللي بحفز التي هيلبر 1 فبالتالي بده يروح يعمل انهبيشن لمين؟ التي هيلبر 2 امين ريسبونس. طيب ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هذا وين حكيناه؟ حكيناه هذا مهم انه مع انترلوكين 6، لما نكون موجود مع انترلوكين 6، اذا مش موجود بحفز تي هيلبر 2، واذا موجود بحفز تيومر جروث فاكتور بيتا، اذا موجود مع تيومر جروث فاكتور بيتا بحفز تي هيلبر 17، يحفز تي هيلبر 17 علشان اللي هي مهمة كتير في عملية الانفلاميشن، اوكي. برضو كمان له فانكشن تاني ممكن اكت على، اوكي، ممكن اكت على يعمل انهبيشن ل البروليفريشن اند الفيكتور فانكشن اوف تي لمفوسايت، اوكي. ليش؟ لانه بحفز تي هيلبر 17 بتي خاصه يعمل انهبيشن لاذر تي لمفوسايت، اذر اميون ريسبونس، اوكي، نهبت البروليفريشن في الليمفوسايت طبيعي لانه عمل انهبيشن لاذر اميون ريسبونس، اوكي. طيب برضو كمان عندنا اشي اسمه السايتوكاينز في الادابتيف اميون ريسبونس اللي هو الليمفوتوكسينز. هذا الليمفوتوكسينز مهم كتير في الريكروتمنت والاكتيفيشن للنيوتروفيلز، اوكي. برضو كمان اكت على الليمفويد اورجانز بحيث انه يحفز الليمفويد اورجانوجينيسيس، اوكي، وبيشبه التيومر نكروس فاكتور، اوكي، وهو ممكن نعتبره برو انفلاماتوري ريسبونس، وهو بسكريت باي تي لمفوسايتس، اوكي، اكتيفيت تي لمفوسايتس سكريت لمفوتوكسينز. انترلوكين 17 هو سبسيت برايمري برودوس باي، حكينا مين؟ باي اللي هي تي هيلبر 17، اوكي. وبرضه مهم في ريكروتنج اللي هو النيوتروفيل الماكروفاج للسايت في انفكشن، هو انديوس الانفلاميشن، حكينا تي هيلبر 17 مهم كتير في عمليه الانفلاميشن. طيب السايتوكاينز ستيميليت الهيماتوبويسس، خلصنا هلا من الادابتيف ايمين ريسبونس والانيت ايمين ريسبونس. سايتوكاينز المهمه في عمليه الهيمات اللي هم بيحفزوا الستورمال سيلز اللي موجودين في البون ميرو انهم يفرزوا كولون ستيميليتنج فاكتورز، على اساس كولون ستيميليتنج فاكتورز عشان
كولن ستيميليتنج فاكتورز عشان يأثروا على الستيم سيلز الموجودين هنا، علشان يأثروا على اللي هو الستيم سيلز الموجودين هناك انهم ديفرنشيت انتو ليكوسايت واميون سيلز. هلا السايتوكاينز لهم ريسبتورز، اوكي، يعني اكيد يعني الافكت تبعهم على السيلز كريد عن طريق انهم يرتبطوا على ريسبتورز وانيشيات انتراسيلولار كاسكيد، ينتهي انهم يفرزوا اذر تايبس اوف سايتوكاينز او انهم يحفزوا شيء معين داخل الخليه يعطينا اميون ريسبونس معين. عندنا 5 ميجر فاميليز اللي هم اميون جلوبولين سوبر فاميلي، واللي هي مات بروتين ريسبتور فاميلي كلاس 1، وانترفيرون ريسبتور فاميلي كلاس 2، هيومن كروس فاكتور ريسبتور فاميلي، وكيموكاين ريسبتور فاميلي. وكلاس 1 وكلاس 2 هم الماجوريتي اوف ريسبتورز، وهاي اكزامبل عليهم لازم تحفظوهم طبعا، مهم كثير. طيب هلا الاوتو اميون ديزيز والسايتوكاينز. هلا بقول لكم معظم الاوتو اميون ديزيز انه الجسم خلايا تي سايتوتوكسيستي تهاجم خلايا الجسم الطبيعيه كاريد اوت باي تي هيلبر 1، لانها هي اللي بتحفز التي سايتوتوكسيك، تمام اوكي. فهلا في نظريه بتحكي انه احنا ممكن نعالج هذا الاميون الاوتو اميون ديزيز. هلا احنا حكينا انه السايتوكاينز اللي بنفرز من تي هيلبر 1 بيروحوا برضه بيعملوا انهيبيشن، بحفزوا التي سايتوتوكسيك وبيعملوا انهيبيشن للتي هيلبر 2. هلا بيقولوا لك احنا ممكن نزيد نعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 2 بطريقه كبيره، بحيث ان السايتوكاينز بتفرزها تي هيلبر 2 تروح تعمل انهيبيشن للتي هيلبر 1 والتي سايتوتوكسيك، فبالتالي احنا هيك نعالج الاميون ريسبونس الاوتو اميون ديزيز، تمام. او العكس في حاله الالرجي اللي هي اميون جلوبين اي نتيجه تي هيلبر 2، نعمل انهبيشن لتي هيلبر 2 عن طريق انه نعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 1 ونزيد استجابتها فنعملها انهبيشن، وهيك بنكون عالجنا الالرجي. بس طبعا هاي كلياتها ثيوريكال وان بريدكتبل ستيل، يعني مش ثابته الريزلت تبعها، مش ثابته. طيب فهاي هي السايتوكاينز از ثيرابي، ان نعمل سبريشن للتي هيلبر تي سايتوكسيك ان اوتو اميون ديزيز، انه بلوكينج انتي بودي اجينست انترلوكين 2 ريسبتور. طبعا انترلوكين حكينا 2 حكينا مهم عشان الجروث والبروفريشن للكول تي سيل ريسبتور، او نستخدم انالوج اوف انترلوكين 2 بيشبهه انه يرتبط على الريسبتور تبعه. وبرضه كمان نستخدم انترلوكين 2 تو اكتيفيت الليمفوسايت عشان هاي احدى الثيرابي، يعني اكتيفيت الليمفوسايت عشان تروح تهاجم الكانسر سيلز، تمام، اللي هي تي سايتوتوكسيك اوكي. ديستركشن للتي هيلبر، وبرضه كمان ممكن نعمل ديستركشن للتي هيلبر عن انه نجيب انترلوكين 2 اوكي كونجيجيتد وذ توكسينز، بالتالي هذا التوكسين يروح يعمل ديستركشن للتي هيلبر. هذا الشيء شرحت لكم اياه. طيب نيجي على اسئله الارشيف. Global T cell growth factor حكينا اللي هو interleukin 2. Which combination of cytokines must influence whether at CD4 T cell becomes T helper 1 أو T helper 2؟ T helper 1 حكينا مين اللي بحفزها، أوكي، either interferon gamma أو interleukin 12، و T helper 2 حكينا كتير بس أهمها interleukin 4، بالتالي أصح إجابة اللي هي C interleukin 4 و interleukin 12، لأنه هدول interleukin 4 و interleukin 5 هدول T helper 1، انترلوكين 8 وانترفيرون جاما. انترلوكين 8 حكينا هذا كيموتاكسس للنيوتروفيل ما إله دخل، انترفيرون جاما هذا للتي هيلبر 1 لحال، اوكي، انترلوكين 17 للتي هيلبر 17، وانترفيرون بيتا هذا شيء ثاني بنفرز من الفيرال انفكتد سيلز، وانترلوكين 2 وانترلوكين 5 يعني هدول خلينا نقول يعني هذا انجينير لكل التي سيل وهذا للتي هيلبر 2، بالتالي اصح اجابه انترلوكين 4 لتي هيلبر 2 وانترلوكين 12 لتي هيلبر 1. بروموت الاميون جلوبولين اي سينثيسيس حكينا انترلوكين 4، واكتيفيت الاميون اكشن اجينست ورم حكينا انترلوكين 5 اللي هو الزينوفيل والهيلمنتس. which of the following cytokines associated مع inducing الفيفر حكينا mainly اللي هو انترلوكين 1.